السلام عليكم. الحسد مذكور في القرآن، والحسد للأسف احنا اللي بنعمله بأيدينا، واحنا كمان اللي بنصنعه. بمعنى الحسد زي ما قلنا مذكور في القرآن، فما فيش خلاف عليه، ولكن بنصنعه بأيدينا ازاي؟ زي ما بنفضل نطلع عربياتنا او نطلع شققنا او نطلع ولادنا او نطلع بناتنا، ونبتدي نطلع كل يوم والتاني فيديوهات ونصدرها للناس بشيء معين. ربنا سبحانه وتعالى عادل، مدي لكل واحد مننا ال 24 قيراط، ولكن في المجمل في ناس بتتمنى حاجات عند حد تاني، والحد التاني ده بيتمنى حاجات معينة عند الشخص الاولاني. في المجمل مفيش حد مقتنع بحاله، ومفيش حد راضي بحاله. يبقى هنا كلمة الحسد وكلمة الرضا. ربنا زي ما بنقول مدي لكل واحد ال 24 قيراط بتوعه، ولكن متنوعين، ما بين الصحة، ما بين الجمال، ما بين الدين، ما بين القرب من ربنا، ما بين عنده ولاد ولا ما عندوش ولاد، ما بين ما بين ما بين ما بين، ولكن في المجمل 24 قيراط لكل واحد مننا. امبارح وانا اديلي فترة اصلا ما بدخلش اصلا على البرنامج، ولا بدخل اصلا على النت خالص، ولكن انا كنت دايما بتابع ولد صغير رحمة الله عليه، كان عنده 9 سنين، كان اسمه رضا، كنت بتابعه بالرغم من حتى ان انا ممكن ما كنتش بسمع والده المطرب الشعبي اللي معروف اسماعيل الليسي، ولكن في المجمل كنت انا بحب ابنه الصغير ده جدا. والدته الميك اب ارتست اللي بتعمل او عندها كوافير وعندها فولورز معديين 1,000,000 برضو، كانت معروفة قوي على البرنامج اللي احنا بنتكلم عليه، وبرضو كانت بتطلع بفيديوهات مع ابنها الصغير اللي هو ضاضة او رضا الله يرحمه. دخلت امبارح على التيك توك تحديدا، ودخلت على اليوتيوب، لقيت نعي كبير جدا عزة عن الطفل الصغير اللي توفاه الله. بعد كده ببص لقيته ضاضة اللي انا كنت بتابعه يوم ورا التاني، كنت بحبه جدا، وكنت بحب كمان اتفرج عليه، ولد صغير وكلبوز، وكان مختلف عن بقية الاطفال، طريقة غناه، طريقة كلامه مع والدته او كلامه مع والده، الامر ده كان فعلا الله يرحمه. ناس كتير قوي كانت بتتابع ضاضة، لدرجة ان هو كان عنده كمان اكاونت على التيك توك معدي 63,000، بخلاف والدته اللي معدية 1,000,000، وبخلاف والده كمان المطرب الشعبي المعروف. العين اللي فلقت الحجر اللي بتشوف ضاضة او بتشوف رضا الصغير ده وهو بيطلع بيعمل فيديوهات مع ابوه او مع امه، وبيبتدوا كمان ان هم يبصوا عليه. الدنيا كلها اسباب، ده في المجمل، ولكن تحديدا في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، عفوا، ربنا يا رب يبعدكم عن الحسد اللي عرفته واللي سمعته واللي اتفرجت كمان على الجنازة بتاعته اللي كانت جنازة مهيبة، لان كل الناس اللي يعرفه واللي يعرف اهله واللي ما يعرفوش اهله كلهم راحوا الجنازة دي. اتفرجت على ابوه هو مدمر تماما، الفيديوهات كلها اللي كان بيصورها معاه كان بيعشق ابنه، ونفس الكلام والدته، وهو واقف في البلكونة في الدور العاشر في بيت جدته اعتقد، والله اعلم. المهم واقف على الكنبة، وقع من الدور العاشر، توفاه على الله على طول بعد ما خبط في التكييف اللي تحت في الدور التاسع، ووقع على طول رحمة الله عليه. مش هنحكي كتير، اعتقد ان التيك توك كله اتكلم على الموضوع ده، وكلهم برضو اتكلموا عن نقطة الحسد. خلي بالكم من ولادكم، وخلي بالكم من احوالكم، وخلي بالكم اصلا من حياتكم. الحياة بتاعتنا مش مشاعر للناس، الحياة بتاعتنا مش اللي انا اظهرها على اليوتيوب او اظهرها على التيك توك. ناس بتحب كده، ولكن كل واحد مدام انت بتحب كده ارضى بقى بقضاء ربنا في حاجات معينة زي اللي احنا بنتكلم عليها. في المجمل رحمة الله على ضاضة او رضا اللي هيفضل معانا فترات طويلة، واعتقد كمان محدش هينساه. بلقية عزاء لأهله، لأبوه والأمه ولأهله كلهم، ولكل الناس محبينه اللي هم كانوا بيتابعوه في يوم من الأيام. وخلي بالكم يا جماعة من موضوع الحسد، استروا على نفسكم وقفلوا على بابكم بحاجات معينة. حتى صور ولادكم ما تنزلوهاش على النت، حتى صور
اهاليكم وزوجاتكم واخواتكم ما تنزلوهاش. هي مش مشاعر، الناس كلها مش لازم ان هي تعرف حاجه زي كده. في المجمل خلي بالكم ان الحسد مذكور في القران، ورحمه الله على الطفل الصغير اللي توفاه والله، وربنا كمان يصبر اهله ودعوا له بالرحمه. السلام عليكم.